كيف حالكن يا اخوات؟ الحمد لله. مثال اخر اخوات. انا انزل من الدور الثالث. انا انزل من الدور الثالث الى الثاني. اقرأي مرة أخرى. أنزل. أنا. أنا أنزل من الدور. من الدور. من الدور الثالث إلى الثاني. مقصود أنا أنزل من الدور الثالث إلى الدور الثاني. الدور الثالث إلى الدور الثاني. أنا أنزل من الدور الثالث إلى الدور الثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نرحب بكم في مدرسة الولدان الرابع، وأنتم اليوم يعني في ضيافة الفصل السابع أخوات، وهذا الفصل تقريبا هو جديد تقريبا بالنسبة للغة العربية. أنا الشيخ سعيد من دولة الجزائر، وأدرس اللغة العربية لغير الناطقين باللغة العربية. أما فيما يخص يعني طريقة تدريس اللغة العربية، فأنا أبدأ بكتابة الجمل في اللغة العربية، ثم ألقن الطلاب الجملة الصحيحة، ألقنهم الحروف يعني، وأطلب منهم إعادة الجمل، أطلب منهم إعادة الجمل باللغة العربية، ثم أطلب منهم إنشاء أمثلة من عندهم، إنشاء أمثلة كما رأيتم في السابق. أنا أطلبهم ما هو المثال لكلمة أشتري، اعطيني مثال بالنسبة لي أصعد، اعطيني مثال بالنسبة لي أنزل. فأنا أجمع ما بين طرق كثيرة، ما بين التلقين وما بين تعليمهم النطق الصحيح للحروف، وتعليمهم كيفية إنشاء جملة في اللغة العربية، ثم أمرهم بالكتابة، أمرهم بأنهم يكتبوا. فأنا أعلمهم تقريبا عدة مهارات، مهارة المحادثة ومهارة الكتابة، كيف يكتبون هذه الجمل وكيف ينشئون جمل من تلقاء أنفسهم. وهذه بالنسبة لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. إيه بطبيعة الحال، كيف أنا أدرس يعني في مدرسة الولدان منذ سنة 2019، طبيعة الحال هذو بناتي وأبنائي في الولدان، يعني أنا أبو الولدان. أنا أشتري الطعام من المقصف. 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 ما معنى أنا؟ ممتاز. أشتري، أنا أشتري الثوب، الثوب باجو. أنا أشتري الثوب، ممتازة. ممتازة. أنا أشتري سجادة. أنا أشتري سجادة.